السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بكم معايا قناة مامي تيفن شانل. لو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله، وياريت كمان لو عجبكم الفيديو ده اول فلوج انا بعمله. رايحة محل اسمه ديفاكتو. ديفاكتو ده عامل خصومات وعامل اوفر كويسة قوي. انا عرفت يعني من حد صاحبتي يعني وكده ان ديفاكتو عامل اوفر حلو قوي، اللي هو تاخد دي قطعتين والتالتة مجانا. فحبيت اجي اشوف الاوفر يعني واشتري شوية حاجات كده لو في حاجة عجبتني ليا. هو طبعا ديفاكتو عنده ملابس رجالي وحريمي واطفال، بناتي وولادي، فقلت اشوف حاجة ليا وحاجة كمان لياسين ابني. فانا دلوقتي في طريقي لمحل ديفاكتو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك، وكمان تعملوا لي كومنت عشان تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. هو دي فاكتو جاي خلاص اهو، انا شايفاه من بعيد. يا رب بس يعجبني حاجة عنده. انا بصراحة ما مش جبت منه حاجة قبل كده، يعني دي يعتبر اول مرة، وان شاء الله في حاجة تعجبني. اهو دي فاكتو. ده اللبس الحريمي، انا دخلت عليه على طول. وفي حاجات كتيره جدا ان شاء الله، في فرايتي كتيره، في حاجات صيفي وحاجات شتوي، في بلوزات، في جواكت، في حاجات بتناسب الجامعه الصبح، في حاجات سهرة، في حاجات كاجوال كتيرة برضو. بجد في حاجات حلوة قوي ومناسبة جدا وسعرها مناسب جدا، يعني في ده حلو قوي ولونه جميل جدا، ممكن تلبسيه تحت جاكيت، ممكن تلبسيه لوحده كمان. ده سعره 300 جنيه يعني مش غالي خالص، وكمان داخل في الاوفر بتاعه. حاجات البنات شكلها حلو جدا، للأسف أنا مش عندي بنوتات. طبعا لو في حد عنده بنوتات ييجوا بسرعة يشوفوا الحاجات دي، أكيد في حاجة هتعجبكم، حاجات تحفة بجد حلوة قوي. لا حاجات البنوتات تحفة تحفة جدا، بصوا كده والأسعار تجنن. 150 ده حلو قوي. وفي حاجات شتوي كمان، وفي بيجامات، حاجات حلوة قوي. ده 250. انا شايفه ان الحاجات تحفه بجد، في حاجات حلوه قوي اهي. ده كان ب 250 بقى ب 200. ده بلوفر حلو قوي، بنوتاتي برضو شكله حلو قوي، تلبس تحت جاكيت حاجه كده، ممكن تروح بيه مناسبه وتخرج بيه بالليل بنوته. وفي كل السايزات كمان، مقاسات كلها موجوده.
وكمان داخل في الأفق. نروح بقى عند الولاد، دي حاجات الولاد حلوة قوي برضو. ده سويت شيرت 300، كل حاجة في المحل كله داخل في الأوفر، اللي هو بتشتري قطعتين بتاخدي التالتة مجانا. ده حلو قوي، ممكن اخده الياستو بس اشوف له بقى السايز بتاعه. من 4 لـ5، هو من 4 لـ5 صح؟ اوكي شكرا. من 4 لـ5 هشوف له بقى حاجتين كمان عشان يبقى استفدنا من الاوفر. وانا لغايه دلوقتي مفيش حاجه عجباني من الحاجات اللي هي بتاعه الاطفال غير الحاجتين دول، والحاجات اللي عجبتني مفيش السايز. ف ده كمان عجبني قوي بس مقاسه كبير، فانا هسالهم دلوقتي ممكن اشوف حاجه في قسم الحريمي او لا، يعني اخد الحاجه الثالثه من الحريمي. هسألهم دلوقتي. كان عاجبني اللون ده جدا بس ما فيش السايز، في دبل اكس لارج وفي سمول بقى واكس سمول وميديم دبل اكس، فانا مش عاجبني ما فيش السايز بتاعي. فانا في اللارج دوت في اللون العنابي ده او الاحمر، فانا هاخده مع السويت شيرت ده تعيسته، وده كامل بس كده. دول هاخد، ودلوقتي انا خلاص هاخد الحاجات دي اخدتها، ودلوقتي انا رايحة عند الكاشير عشان احاسب. في حاجات حلوة قوي، في شنط وفي كل حاجة حلوة. وبكده خلاص فيديو النهاردة يكون خلص. يلا بسرعة روحوا ديفراكتو عشان تلحقوا الاوفر وتستفيدوا منه زي ما انا استفدت كمان. شكرا جدا على المشاهدة، باي باي.